هذا وانطلاقا من الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية، شاركت الوزارة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال توزيع الورود والهدايا عليهم بالشوارع والميادين المختلفة على مستوى الجمهورية. ربنا يخلينا الرئيس بتاعنا وعلى الشرطة بتاعتنا اللي هي بتحمينا. تحيا مصر، تحيا مصر. انت الاهم والتحدي، ابتدي لك يوم جديد، نهار جديد يكون امان وخير عليك وتكون سعيد دايما حياتي. الشرطه والله حاجه جميله جدا، الدنيا في تطور ومن تطور لتطور، الامن والامان مستفيد. شرطه وشعب جنب بعض صف واحد، يوم ما تحتاج حد الف ايد تساعد، والمهم والاهم احنا قد المسؤوليه. كل سنه والشرطه المصريه بخير ومصر بخير وكل المصريين في سلامه. كل سنه وانت طيب يا ريس، وربنا يخليك لينا يا رب. كله تحت السيطرة، خط زي المسطرة، اطمني يا مصري. لقينا وزارة الداخلية والضباط جم كلمونا ادولنا ورود، احنا كنا مبسوطين جدا جدا جدا. طبعا جهاز الشرطة يعني عامل أداء مشرف في البلد، وكل سنة وهم كلهم طيبين وبخير يا رب. مهما كان أو إيه جرى، بالأمان منورة، مستعد إني أحرس في الليالي. كل مصري مننا أمن وغالي عندنا، وابن وابني كله هيكمل مكاني. انت الأهم والتحدي، أبتدي لك يوم جديد، نهار جديد. كل سنة وانتم طيبين والشعب المصري كله بخير وسلامة، وبشكر الضباط اللي ادونا الهدايا الحلوة دي. نهار جديد يكون أمان وبخير عليك وتكون سعيد دايما حياتي ومبدئي تضحية أبطال ناشدة. كل سنة وانتم طيبين للشرطة المصرية. شرطة وشعب جنب بعض صف واحد، يوم ما تحتاج حد ألف إيد يساعد. إحنا بننام وأنتوا صاحيين سهرين علشان. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. نهار جديد يكون أمان وبخير عليك وتكون سعيد دايما حياتي ومبدئي تضحية أبطال ناشدان، عشان أمانك أنت أبدي روحي ليك.